نعم، هم يقولون في حالة واحدة يلتفت إلى جهة الشمال، ما هي؟ من يعرف؟ مدني. إذا صلى إماما في الحرمين مدني، لأنه الإمام أنا هنا، أين جهة اليمين؟ هنا، أين جهة اليسار هنا؟ الإمام في حرم المدينة، القبر هنا قبر رسول الله، فإذا صلى معنى سيولي ظهره إلى رسول الله، فأدبا يقولون الإمام لا يعني لا يلتفت من جهة اليسار، تمام؟ ويستقبل الناس، تمام؟ هذا استثناء إلا في مدينة رسول الله، ذكروا العلماء في كتبهم. واحد يعين عند أهل قريته أن يكون إمام في المسجد لكن بغير راتب، لا يا أخي ليس المقصود بالراتب الفلوس، ما معنى إمام راتب؟ ليس معناه فلوس، لا ولو حتى مجانا. أنت مسؤول عن هذا المسجد، خلاص أنت معين. ولو حتى مجانا، هذا يسمى إمام راتب، ما معنى راتب يعني مرتب، ما معنى مرتب يعني ترتيب تعيين. ليس مقصود به بالفلوس، فهمت؟ هل لكل ركعة في الصلاة يوجد الموافق والمسبوق؟ نعم. كل ركعة ممكن يكون شخص موافق ويكون يكون شخص مسبوق. أنا الإمام قال الله أكبر، أول ما قال الله أكبر أنا كبرت الله أكبر، أنا الآن أعتبر موافق. كبرت مع تكبيرة الإمام للقيام، فهمت؟ واضح؟ قد أكون مسبوق. إذا أدرك المأموم عند قراءة الفاتحة والتأمين هل هو موافق أو مسبوق؟ يختلف باختلاف الصلاة. عند قراءة الفاتحة إذا كان من أول الفاتحة، تمام؟ من أول الفاتحة، تمام؟ فهذا لا، هذا إذا كان من أول الفاتحة فأنت وأنت تقرأ على الاستفتاح فتسمى أنت إيش؟ ماذا تسمى؟ مسبوق، لأنك ستقرأ أولا دعاء الاستفتاح، فهمت؟ لكن إذا قلت الله أكبر الإمام موافق، الإمام قال بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله أنت الله أكبر، أنت لن تكون مسبوق لأنك ستستمع لقراءة الإمام، وبعد قراءة الإمام ستقرأ له، فقد يكون مسبوق وقد يكون موافق. هل أدرك فضيلة الجماعة إذا قال إذا كان أدرك قبل عليكم بدون الجلوس؟ نعم يدرك. أنا مسبوق، الله أكبر، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، سلام، هل أدرك الجماعة؟ نعم، هل أجلس؟ لا، خلاص أكمل الصلاة، ولقى فضيلة الجماعة، تمام؟ ها، في سؤال آخر؟ شوف، مما فرض الصلاة كون الإمام فاسقا أو مبتدئا ولو كان وليا؟ إيش؟ من مكروهة الصلاة؟ أن يكون إيه؟ من مكروهة الجماعة؟ أيوه كون الإمام فاسقا أو مبتدئا؟ ها ولو كان وليا؟ ولو إمام وليا؟ ايش معنى ولي؟ ما معنى ولي عندك؟ الوالي، لا تقول ولي يا الله. ولو كان والي، ايوه لا، الوالي لا يكره. الوالي لا يكره، احسنت. الوالي لا يكره ان يكون اماما. تمام؟ لقول النبي صلوا خلف كل بر وفاجر. ورد عن ابن عمر انه كان يصلي خلف الحجاج. الحجاج هذا شخص قتل ناس كثير وهو الإمام كان الحاكم في وقته. طيب نحو مسائل في صلاة الجماعة، مسائل في صلاة الجماعة. انظر إذا لم يجد جماعة إلا خلف المبتدع أو نحوه كفاسق أيهما أفضل؟ أنا أريد أن أصلي في هذا المسجد أوه الإمام فاسق، أريد أن أصلي في هذا المسجد أوه الإمام مبتدع، يا الله أصلي خلف أي واحد ولا لو صليت في البيت أفضل؟ إذا لم يجد جماعة إلا خلفه مبتدع أو نحوه كفاسق، الانفراد أفضل عند من؟ لذلك لا ننكر بعض الناس يمكن يجد بعض الناس أنه لا يصلي في المسجد، قد يكون عنده سبب، قد يكون عنده عذر، الإمام مالك جلس سنوات قال في بيتي لا يصلي في المسجد. خلاص عندما سئل قال ليس كل عذر يذكر، ليس كل عذر يذكر، خلاص. خصوصا إذا كان عالم أكيد أنه سيكون عذر من الأعذار قد أنت لا تعلمها. الشاهد أنه إيه لكن عند الإمام الرمي رأي آخر، لا جماعة صلي جماعة يعني هو معذور، هو بحث عن إمام سني إمام عدل لم يجد، خلاص صلي لأجل لا يفوت فضيلة الجماعة. الانفراد في المساجد الثلاث، ها أيهما أفضل؟ أصلي أنا هنا المسجد الحرام أو هنا مثلا إيه؟ مسجد المدينة وهنا ساكن أنا، أيهما أفضل؟ لو صليت في بيتي سأكون
لو صليت في المسجد الذي بجانب البيت سيكون جماعة. لو ذهبت إلى المسجد النبوي سأكون منفردا. أي وقت أصلي منفردا في المسجد النبوي ولا أصلي جماعة في مسجد البيت اللي عندي قريبة من البيت؟ لأن المساجد الثلاثة لها فضيلة كبيرة. الصلاة في المنفردة في الحرمين المكي والمدني والمسجد إليه الأقصى أفضل من الجماعة في غيرهما من المساجد. عندما الصلاة في المكة، المسجد المكي تعرف بكم؟ بمئة ألف. الصلاة في مكة بمئة إيه؟ إذا صليت واحد جمعة كأنك صليت مئة ألف جمعة. يلا احسب كم مئة ألف جمعة كم تصليها في ماليزيا؟ احسب يعني مثلا عشت مثلا نقول 70 سنة، يلا اقسمه في الأسبوع في السنة 48 أسبوع، 48 أسبوع، يلا كم جمعة لو عشت 70 سنة؟ صلاة واحدة في مسجد الحرام أفضل من أجل أنك تصلي طول عمرك في أي مكان آخر. ذلك فضل الله يؤتيه وأصحاب في المسجد المكي. أما المسجد النبوي الصلاة بألف، المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف، تمام؟ المسجد الأقصى الصلاة بكم؟ بخمسمائة، الصلاة بخمسمائة، تمام؟ إذا شوف كيف الانفراد أفضل، خلاف اللي ابن حجر، عند ابن حجر لا، لأن عنده في قاعدة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان. شو هذا أهل المدينة وأهل مكة يعني يمختهم لو يجدوا جماعة يذهبون إلى المسجد ويصلوا لهم، هذا أفضل من الجماعة عند الإمام الرمي. أيوة شو كيف خلاف ابن حجر، ما ابن حجر أين ساكن؟ في مكة. والرمي أين ساكن؟ في مصر. شو كيف أظن أنه بسبب أنه بعيد عن الحرمين يظن أنه هذا فضل كبير، لكن ابن حجر بسبب انه ايه ساكن في مكه والحرم بجانبه وكل يوم يصلي يقول للناس لا الجماعه افضل من انك تصلي في الحرم لوحدك. قد تؤثر الحياه والمجتمع على راي الشخص والانسان. هذه هم يعني بالادله يعني مجتهدين علماء مجتهدين. انظر جماعه المسجد ايهما افضل، يصلي في المسجد ام في بيته؟ انظروا الجماعه لرجل المراه لا للرجل في الصلاة المفروضة في المسجد أفضل من البيت. نعم. وعندنا احنا الشافعية سنة مؤكدة. الجماعة عفوا الجماعة فرض كفاية. نعم. وقيل لنا سنة مؤكدة. وعند الإمام من؟ أحمد بن حنبل فرض عين يجب عليه أن تذهب إلى المسجد. إيه؟ وأنا في الحقيقة عشت فترة في هناك قريبة من الحنابلة في السعودية. وجدت فعلا كلهم هم واولادهم كلهم يصلون في المسجد، يعتقدون انه فرض عين. جميل جدا. لكن في بعض البلدان كمثلا المدينه ومكه يعني فيه شافعيه وفي كذا، فنجد المساجد والناس كثير من الناس يصلون في بيوتهم جماعه. لا يهتمون اهتمام كثير ان يصلوا في المسجد. عندنا نحن سنه من سنن الجماعه ان تصلي في المسجد. عند الحنابلة فرض إيه؟ وأيهما دليل أقوى؟ دليلهم أقوى، أدلة الصلاة الجماعة في المسجد أقوى، تمام؟ في حديث الأعمى، تمام؟ حديث الأعمى الذي طلب الرخصة فرسول الله لم يرخصه، قال أنت تسمع الأذان؟ قال إذا أجب. طيب تبين حالة إمامي، هذه مسألة. صلينا مع الإمام شهر شهر سنة سنتين، واتضح أن الإمام امرأة أو اتضح أن الإمام كافر، فهمت؟ ما هو الحكم إني بعد ما أصلي مع الإمام صلاة أو 10 صلوات أو 20 صلاة أو مدة شهر أو مدة سنة اتضح أنه ليس كما نظن، هل نعيد الصلاة ولا صلاتنا صحيحة؟ انظر إذا تبين أن إمامه كافر أو مجنون كان بس فقط يصلي ويخرج وطلع بعدين انه مجنون يا الله، او امراه تمام؟ امراه يضع هنا الناس يظنون انه رجل ويطلع انه امراه او مأموم. انا صليت كنت اظن ان هذا امام، اصلا هو مأموم لامام وبعد ان سلمت وجدته انه هو امام
قلنا انه هو ايه مأموم، ما حكم الصلاه؟ او بعد ما صليت اتضح ان ايه في ثوب ايش جلس بعد ان سلم، انا وجدته جالس في التشهد الله اكبر، بعد ان انتهيت من صلاتي كنت مسبوق، قام هو الامام ووجدته دم كثير هنا في ثوب من الامام، ترى تكون نجاسة ظاهرة، ترى تكون نجاسة خفية، نجاسة خفية النجاسة داخل البدن لا نعلم عنها، ترى تكون نجاسة ظاهرة هي التي لا تخفى بالتأمل، بمجرد التأمل لا تخفى. أو بعد ما صليت مع الإمام الظهر والعصر، عندما صليت مع المغرب اتضح أنه إيش أمي، يقول الحمد لله رب العالمين، فهم صليت معه الظهر كانت الصلاة سرية، ثم صليت مع عليه العصر كانت الصلاة سرية، عندما صلى هو بين عليه المغرب اتضح أنه ماذا أمي، ما معنى أمي؟ يعني أمي اتضح أنه هو الأم، ما معنى أمي؟ يعني لا يحسن قراءة ليه الفاتحة. ما هو الحكم في هذه الحالات كلها؟ انظر الحكم هنا، إذا تبين هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ فتجب عليه كيف؟ لو اتضح أن إمامك كافر، هذا مشكلة في بعض المرات، في بعض الدول يأتي جاسوس ويعلمون القرآن، يعني أعداء الإسلام ويعلمون كذا، ثم يدخلون في الإسلام لكي يعرف المسلمين وبعدين يعمل كيد لهم، قد يجعله إمام ثم اتضح بعد ذلك أنه إيه؟ ما حكم صلاتنا الذي كنا نصلي خلفه؟ صلاة باطلة، أو مجنون صلاة باطلة، أو امرأة صلاة باطلة، أو نجاسة، هذا الذي نجاسة الظاهرة الصلاة باطلة، أعيدها، أو أمي، شو كيف؟ صليت خلف ليه؟ إمام الظهر والعصر، ثم بعد صلاة المغرب اتضح أنه أمي، ما حكم صلاتي باطلة ويجب علي إعادة ماذا؟ الظهر وال، هذه مشكلة كثير نقع فيها. وكثير من طلبة العلم يعني لا يصبر، كثير من المرات يجون يصلون فيقدمون ضيف أو يقدمون شخص لأنه كبير في السن احتراما له، عندما يقرأ الفاتحة يخطئ الحمد أو الذين أو مدام يقول ضاد يقول ضاء غير المغضوب عليهم ولا الضاد، هذا خطأ، فتجد طالب العلم يزوي على طول يعمل مفارقة ويكمل الإمام، هذا يلتفت لماذا هذا اللي يصلي معي، هذا يستحي أن يقول له أنه وين أخي أنت لا تصح أن تكون إمام، سيزعل سيسبب فتنة، أنا أصلي سنوات كبيرة عيب، أنا أكبر منك، أنا مثل أبيك، فتنة، أنت لازم تكون حكيم، إذا هذا صلى خلاص أكمل، بعد ذلك أنت صلي ولحدك، لأنه هو قد يكون محبوبا عند الناس، قد يكون فهمت؟ قد يكون هكذا مشكلة، لأجل ذلك عليك أن تكون حكيما، لا تسبب تفرقة، لا تسبب فتنة، هذا أن يصلي. هذا مرة نحن صلينا مجموعة كنا من طلبة العلم، ذهبنا إلى بعض المساجد، كنا في طريق السفر، وجدنا الإمام بعد أن صلينا وهكذا، وذهب وخرجوا المأمومين، ذهبنا إلى آخر المسجد وأعدنا الصلاة، لا بد من الحكمة، لا تسبب فتنة للناس، تمام؟ هذا الإمام أنصحه، قل له يا شيخنا يا أبينا يا أستاذنا يا حبيبنا، لا بد أن تحسن قراءة الفاتحة، عند العلماء يقولون لا تصح الصلاة، وأقول هذا ليس مذهبنا، مذهب كل الأئمة، الأمي لا تصح، من هو الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة؟ قل له أنت مخطئ في ثلاث مواضع كذا وكذا، أصلحها وكن إماما، فهمت؟ فإذا هذه مسألة. طيب، بخلاف ما إذا تبين أن إمامه محدث، بعد ما سلمنا، انظر بعد ما سلم الإمام اتضح أنه محدث، أنا لم أتوضأ، أنتم صليتم خلفي وأنا محدث، ما حكم صلاتهم؟ صحيحة، هنا الصلاة غير صحيحة، هنا إذا تبين أن إمامه محدث حدث أصغر أو أكبر أو به نجاسة خفية فالصلاة صحيحة، فهمتم؟ يروى عن واحد من الحبايب اسمه الحبيب محمد بن هادي السقاف، هذا شيخ مشايخنا، يعني شيخ الحبيب عبد القادر السقاف، شيخ الحبيب زين، شيخ الحبيب، هذا علامة كبير،
قال لتلميذه قال اسمع يا فلان أنا غير متوضئ، ذكرني بعد الروحة بعد درس العصر سأتوضأ لصلاة المغرب لصلاة. انتهى من الدرس وطالبه لم ينبهه، لم يقل له يا شيخ انتبه أنت قلت أنك ستتوضأ، لم ينبهه، فقام أذن المغرب وقام وجاء الحبيب وصلى بالناس. بعد أن صلى صلاة المغرب قال له يا إخوان معليش أنا سأخبركم، أنا صليت بكم وأنا غير متوضئ، لكن هذا قدر الله الحمد لله، ولكن لكي تستفيدون فائدة صلاتكم صحيحة، إلا أنا وتلميذي الذي قلت له إيش؟ الذي قلت له ينبهني ولم ينبهني، لأن من بين الشروط ألا يعلم بطلان صلاتي، هذا الحين يعتقد أن صلاتي باطلة، يعني هو يعتقد أنني أنا أخبرته أنني غير، قال أنا سأعيد الصلاة وهذا الذي لم يخبرني، لأن صلاة لأن هو لو أحد سأله كيف صلاة إمامك؟ سيقول باطلة، إمامي أخبرني أنه قبل الصلاة منتظر وضوءه، فهمتم؟ فإذا كان محدثا أو جنوبا استيقظ من النوم على جنابه ونسي توضأ وصلى الفجر إمام للناس وهو على جنابه، ما حكم صلاة الناس الذي خلفه؟ صحيح، هو عليه الإعادة، فلا تجب الإعادة، ليس معنى لا تجب الإعادة على الإمام، نحن نتكلم على صلاة الإيه؟ الجماعة على المأمومين، لا تجب الإعادة على من؟ على المأمومين. طيب بقي مسألتان، انتظار الإمام للداخل، أنا أصلي بالناس ودخلوا بعض الإيه؟ المأمومين يريدون أن يدركوا الصلاة، مرة يدخلون وأنا في الركوع، ومرة يدخلون وأنا في التشهد الأخير، فهمت؟ إذا في الركوع دخلوا أنا أن أنتظر حتى هم يدركون ليه؟ الركعة، فهمتم؟ أنا إمام راكع، سمعت الباب يفتح أو سمعت قرعة النعال، يعني معنا في ناس جاءوا، أنا يسن لي أن أنتظر قليلا حتى هم يستقفوا بالصف ويكبرون ويدركون الجماعة، فهمت؟ وكذلك لو أنا في التشهد، أنا في التشهد الأخير، تمام؟ في التشهد الأخير لا يمكن أن يسلم، إذا حسيت أن في ناس دخلوا أنتظر حتى يدركوا صلاة الجماعة، في الأول يدركون الركعة وهنا يدركون صلاة إيه؟ هل الانتظار سنة في كل شيء؟ في كل الحالات؟ ولا بعض المرات لا، لا يسمى الانتظار، انظروا انتظار الإمام للداخل يستحب، هذا الإمام ينتظر الذي دخل في الركوع لإدراك إيه؟ الركعة، والتشهد الأخير لإدراك إذا هنا أكتب الركوع لإدراك الركعة، التشهد الأخير لإدراك الجماعة لكتاب. أنتظر قليلا. طيب ما هي بكم شرط؟ بسبعة شروط. بسبعة إيش؟ شروط. ارفع، شوف كيف انظر. أن يعتقد الداخل إدراك الركعة بالركوع، ها. أنا يسن لي أن أنتظر إذا كان هذا الداخل يعتقد أنه هو إيه؟ سيدرك الركعة، أما إذا هو دخل والجماعة بعيدة. المسجد كبير، فهم؟ أو أنه هو مطيء، إذا هو يعتقد أنه لن يدرك إليه الركعة، خلاص لا أنتظره، فهمت؟ أن يعتقد الداخل أنه سيدرك الركعة. الثاني ألا يعتاد البطء في تحرمه، ها هو قد يصل، ولكن هذا معروف هذا الشخص أنه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يتأخر ويوسوس، فهم؟ النهوة الإمام يريد أن يقول الله أكبر، هذا الذي دخل الناس معروف عند الناس أنه يتأخر في إيه؟ تكبير، خلاص لا تنتظروا، لا تنتظروا، ألا يعتاد إليه البطء في من هو الداخل، أيوة أن يظن إتيانه بالتحرم على وجه الشرعي، ها أنا لو انتظرته أعرف أنه سيكبر تكبيرة صحيحة، تمام؟ أنا لو انتظر أنا هنا انتظرت فرجة سيقول الله أكبر تكبيرة إحرام صحيحة، إذا كان عامي أنا أعرف أنه هكذا هذا سيجي على طول الله أكبر، إذا إذا كنت أنا أظن أنه عندما يكبر هو لن يأتي بالإحرام الصحيح إذا لا أنتظره، فهمت؟ لا أنتظره، إذا كنت أنا أظن هذا ولا عوام جاءوا دخلوا وأولاد يسرعون وعلى طول الله أكبر، يعني لا يكبر تكبيرة
الصحيحة، لا نكبر تكبيرة صحيحة، فأحسن لا أنتظره، خلاص لا يسمى الانتظار، أن يظن إتيانه بالتحرم على الوجه الشرعي الصحيح يعني. ألا يخشى خروج الوقت، ها هذا كله إذا أنت تصلي والوقت متسع، أما إذا أنت ستصلي في آخر الوقت، الوقت سيخرج، إذا ما تنتظر، الله أكبر، صلي بسرعة، لكي تدرك إيش؟ الصلاة داخل الوقت. فهمتم؟ ألا يخشى خروج إليه؟ ألا يكون الانتظار، انظر ها، انظر ها، أنت انتظرت، جاء واحد، تريد أن ترفع، انتظرت مرة أخرى، جاء واحد، يا الله. تريد أن ترفع، جاء واحد، خلاص طال الانتظار. الانتظار طال، فهمت؟ طال الانتظار، فالذين هم دخل أول مرة هذا يسأل أن تنتظرهم. الثالث هذا الذي دخل والذي بعده يدخل لا يسأل أن تنتظرهم لأن خلاص الانتظار سيطول. كيف هذا الانتظار؟ قالوا لنفرض أن أخذناه ووزعناه على الصلاة فسيكون ستكون الصلاة طويلة. أن لا يطول الانتظار بحيث لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر لهذا الانتظار أثر محسوس في كل فعل على حياله. فإن ظهر كره الانتظار، كما قلنا ينتظر انتظار معقولا لأن الناس يدخلون بكثرة، هو ينتظر قليلا. فهمت؟ ألا يميز بين الداخلين، ها هو كان إمام، الله أكبر، دخل واحد أو هو يعرف أن هذا من التجار سينتظره لأنه إيه؟ تاجر من التجار غني إلوس. يدخل واحد طالب علم هذا لازم يكون الانتظار ليه؟ لا تميز بين هذا وهذا، فهمت؟ الانتظار لوجه الله ولا تميز، فهمت؟ الله أكبر، دخل فقير، دخل غني، دخل كبير، دخل صغير، خلاص لا يميز بين الدخل، فلا ينتظر واحدا دون آخر، وأن يكون انتظاره لوجه الله. لوجه أنت لماذا تنتظر؟ لوجه الله. أولا التمييز لا تميز، في نفس الوقت الانتظار لماذا؟ لوجه الله، ليس لأجل أحد يمدحك أو لأجل كذا أو لأجل شيء آخر. نعم. وأن يكون انتظار وجه الله، إذا كم شرط؟ سبعة إيش؟ شروط، وكيف؟ الانتظار له سبعة شروط. لو تسأل أحد الانتظار سنة؟ نقول لك نعم سنة، ما هي شروطه؟ الانتظار له شروط. إذا لم يتوفر هذه الشروط لا يسأل الانتظار. فهمت؟ هل يسأل الانتظار في السجود؟ سأنتظر، دخل أنا في سأنتظره لكي يدرك السجود، لا. الانتظار يكون في الركوع إدراك. ويكون في التشهد الأخير لإدراك. آخر مسألة إعادة الصلاة. إعادة الصلاة، احنا قلنا المعادة. الإعادة، المعادة يجب على الإمام أن ينوي الجماعة. هذه إعادة الصلاة، صليت أنا الفجر هل يسنى أن يعيدها؟ صليت الظهر هل يسنى أن يعيدها أم لا؟ انظر تستحب، الإعادة تستحب زيادة أجر. هل هذا ثبت عن رسول الله وعن الصحابة؟ نعم، سيدنا معاذ كان يصلي مع رسول الله ثم بعد أن يذهب إلى قومه يصلي بهم. كان لا يريد أن تفوته جماعة، جماعة رسول الله، كان يصلي مع رسول الله. صلاة الضبط بدل ما يعلن يرجع يصلي بالناس إمام في أهل محله أو أهل دائرته أو أهل حيه. فإعادة الصلاة هل تسنى عبد الصلاة ولكن بشروط، كم شرط انظر؟ 14 شرط. يا الله أنتم يا شافعية وكل شرط إليته شرطة وشرطين ستة سبعة عشرة 15. المذهب ما شاء الله عندنا الشافعية خذي بخدمة ما بعدها. انظر كونها فرضا ما يسن أن تعيد إلا صلاة الفرض. فتحية المسجد هل يسن العيادة؟ نفلا تشرع فيه الجماعة. النوافل التي أنت تصليها لوحدها ما يسن إعادتها. أنا صليت الضحى مثلا 8 ركعات بعد قليل أريد أن أعيدها، لا يا أخي هذه صلاة الضحى لا. أنا صليت مثلا بعدية المغرب بعدين أبغى أعيد بعدية المغرب، لا ما تسن، لا يسن إلا إيه؟ فرضا. أو نافلة تشرع فيها ليه؟ جماعة. صلينا التراويح أول الليل بعدين ما رأيكم نعيد صلاة التراويح مرة أخرى؟ تعال نعيد يلا. صلينا الوتر أول الليل وآخر الليل سنعيد صلاة الوتر جماعة. تشرع فيها ليه؟ الجماعة. يسن. إذا إعادة الصلاة كونها فرضا أو نفلا أن تكون مؤداة مقضية. ها نحن فاتتنا صلاة الفجر اليوم، صلينا اليوم قضاء، الله أكبر الفجر بعد ما صلينا ما رأيكم نعيد الفجر الذي نحن صليناها قضاء؟ لا، لابد أن تعيد شيئا مؤدى، لا تعيد شيئا مقضي، فهمت؟
الإعادة تكون لصلاة مؤداة ليست لصلاة مقضية. كون الأولى صحيحة، أنت الآن تعيد صلاة أصلا أنها صحيحة، لكن لا، أنا صليت ليه؟ ليه؟ الظهر، نحن صلينا الظهر، وبعد ما صلينا دخل واحد قال يا جماعة القبلة هنا، ما حكم صلاتنا؟ الحين هل هذا الآن عندما نصلي مرة ثانية هل هذه تسمى إعادة؟ لا، هذه سنة فرض. الإعادة سنة. طيب الصلاة الأولى، الصلاة الأولى طبعا غير صحيحة. إذا متى يسن الإعادة؟ إذا كانت الأولى الصلاة إيه؟ صلينا هنا الظهر، واتضح أن القبلة هنا، يجب علينا الآن أن نصلي، ليس سنة، الإعادة الآن واجبة، فهمتم؟ يعني إذا أنت صليت صلاة صحيحة، ثم بعدين تعيدها، أما إذا أنت صليت صلاة فشك أنها باطلة، أو إنها هي باطلة، خلاص يجب عليك الإعادة، يجب عليك أن تصلي، لأن إلى الآن أنت لا تسمى مصلي لها. ألا تزيد الإعادة على مرة، ها؟ أعدنا الصلاة، هل يسمى إعادة مرة ثانية أو ثالثة؟ المعتمد مرة واحدة، تمام؟ ذكر في الشرح المحلي أنه قد يستمر إلى 17 مرة، تمام؟ طيب، أن ينوي بها الفرضية، انظر في صلاة الظهر الأولى يصلي فرض صلاة الظهر، الله أكبر، فرض صلاة الظهر فرض. طيب في الإعادة؟ أنوي كذلك أنها فرض، هذه فرض وهذه فرض، نعم، الإعادة سنة. ايوه، لكن بسبب انك انت تصلي الفرض تنوي انها فرض، لكن تعتقد بقلبك ان هذا نفلي. انظر، ان ينوي بها الفرضيه وان يعتقد بها ليه؟ النفليه، كان يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعه تعتقد نفليته. واضح؟ ان تصلى كلها ايه؟ جماعه، ما يصح اعاده صلاه جزء منها ليست جماعه، وجزء منها جزء منها مفارقه، الكل يفارق، لا. أو أنت ستصلي إعادة ليس كلها، لا بد كلها جماعة. أن تقع في الوقت، لا بد في الوقت، أنا سأعيد صلاة العصر، إعادة صلاة العصر لا بد أن تكون داخل صلاة العصر، فهم؟ أنا صليت الظهر، بعد أن صليت سنعيد صلاة الظهر، إعادة صلاة الظهر، الإعادة لا بد تكون في وقت صلاة الظهر، كلها أو بعضها، ولو حتى أهم شيء ركعة منها لكي تكون مؤداة. كما قلنا الصلوات إذا وقع ركعة منها داخل الوقت فتكون أداء، لا تكون إيه؟ قضاء. أن تقع في الوقت منها ركعة فأكثر. أن ينوي، أنظر ها إيش؟ من الصلاة التي يجب على الإمام أن ينوي بها الجماعة، انظر، أن ينوي الإمام الإمامة. الإمام لم ينوي الإمامة، صلاته غير صحيحة، المأمومين صلاتهم صحيحة. أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة، مثلا أنا شافعي وأنت مالكي، الإمام مالك عنده هنا لا يجوز إعادة الصلاة بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر. أنت مالكي ستعيد الصلاة بعد صلاة الفجر، وأنا شافعي، أنا الشافعي يجوز، أنت عندك لا يجوز. أنت ستكون إمامي، ما صح. أنت في مذهبك عندك لا يجوز، فكيف أنت تصلي إعادة؟ يعني أنت تفعل محرما الآن، فهمت؟ فمتى يسن إلى أن تعاد مع من يرى جواز؟ سواء كان إمام أو مأموم، نعم. أن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام. كيف ثواب الجماعة؟ أن يكون فيها ثواب الجماعة. ها؟ انظر في التعليق إيش عندك؟ بخلاف ما هو المفقد الصف، ها؟ هذه الآن أنتم تعيدون الصلاة، أنا جئت، سأصلي معكم إعادة. الصلاة من أول الصلاة أنا ليس لي أجر، تأخذ في منفردة في صف. ليس لك أنت أن تعيد الصلاة، لأنها منفرد في صف. جماعتك مكروهة. أيوه. ألا تكون صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف ما فيها إعادة، صلاة شدة الخوف يصلون صلاة الفرض بدون إعادة. ستأتي هذه الباب صلاة شدة الخوف بعد كم يوم. ألا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، لا، أنا سأعيد الصلاة لأجل أخرج من الخلاف، لا، هذه لا 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 يعني ليست هذه مسألة. أما إذا أنت صلاتك صحيحة بالضبط خلاص يسنى أن تعيد. اما انا ساعيد لاجل اني اخرج من الخلاف، هذه ليست من ضمن هذا الباب، انت ستخرج من الخلاف، فهمت؟ يختلف عن هذا. ايوه. الا تكون صلاه جنازه، صلاه جنازه لا يسن اعادتها، صلينا صلاه على الميت. طيب ما يكون مصلي مره اخرى لاجل الميت؟ لا، كرامه الميت ايش؟ دفنه. صلاه مره واحده نحمله على المقبره، لا نؤخر، لا
لا نكرر الصلاة عليه، فهمتم؟ لأجل لا يتأخر إيش دفنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. أي باب إيش الباب اللي بعده؟ مساهم باب صلاة المصطفى. ما رأيكم باب صلاة الجماعة؟ باب صلاة الجماعة كم صفحة تصور صلاة الجماعة إلى الآن؟ كم صفحة؟ من أول باب صلاة الجماعة؟ ها؟ 22 صفحة انظروا باب صلاة الجماعة، ها؟ كبير. بعض الكتب باب صلاة الجماعة صفحة واحدة. باختصار. بعض المتون صفحة واحدة. بعض الشروح 22 صفحة لأجل يكون واضح ومفهوم. والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي سؤال؟ يقول هنا هذا باللغة الماليزية كتبها. إذا دخلت آخر وقال الإمام يا إمام انتظرني، هل يستحب الإمام ثمار؟ نعم يستحب بالشروط. دخل إمام، دخل شخص يا إمام انتظر، أو أحم أحم، أو بعضهم يدخل إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبر يا إمام لا تكتفي. هل يجوز أن يمس كتف الذي يصلي وهو لم يصلي؟ هذا من باب قبل أي يجوز، ولكن ليس السنة. السنة فهمت أنا؟ قبل أن أقول الله أكبر سأجره. المكروه يا أخي أنا حرمته الجماعة وقت رجوعه، سيرجع في ثلاث ثواني أربع ثواني، لا أدقه هكذا يقول الله أكبر وعلى ذلك إيه؟ أرجع فاتحة بالقبو تمام كل سوء صاح شام ظهر وضعه وضعه جميع لهم سنة جميع ويكسر لنا جميع الدروب ويتوب علينا توبة من صحيح يزكينا بها الجسم المقال لنا وراء يغدينا بالعلم ويزيننا بالحلم ويزيننا بالتقوى ويجمينا بالعافية ويكنا أول ذات عباد الصالحين يقبل بقلوبنا عليه ويرزقنا رضاه ورضاه جميعنا وحنا وخلصنا في خير ولطف نافع، يرزقنا همة عالية في طلب العلم والدعوة إلى الله خدمة الدين إحياء شريعة سيد المرسلين، ويرزقنا الجد والاجتهاد في المطالعة والمذاكرة والحفظ والبحث عن المسائل وتحقيقها ونشرها في مشارق الأرض ومغاربها وإحياء هذا الفقه وإحياء الشريعة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها مع كمال النفع والانتفاع والصدق والإخلاص والمتابعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ويردنا إلى أهلنا وإلى أوطاننا سالمين غانمين فريقين مستبشرين مطمئنين على هذه النية كنية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة.